Hello guys, welcome to my channel. Let's learn English together. أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناة لنتعلم الإنجليزية معا. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، درس جديد للسنة الثانية متوسط، لكن اليوم سيكون فيه موضوع أو امتحان مقترح وضعته ليستفيد منه التلاميذ سنة ثانية متوسط. قبل أن أبدأ أعزائي في شرح أو حل هذا النموذج، لا تنسوا الاشتراك في القناة. إذا كنتم جدد في القناة لا تنسوا أن تضغطوا على سبسكرايب، وإذا كنتم مشتركين في القناة لا تنسوا أن تضغطوا على اللايك لأستمر دائما في إعطاء الفيديوهات والدروس. أعزائي نبدأ أولا بالنص. The test. This is James. هذا James، اسمه James. His، إذا هنا abbreviation، لدينا اختصار معناها he is. His نقول ننطقها his. Not fine. He is overweight. هو ليس بخير وهو يعاني من فرط السمنة أو فرط في الوزن. James feels tired and sick all the time. James دائما يشعر بالتعب tired and sick والمرض. إذا في كل الأوقات هو يشعر بالتعب والمرض. He doesn't practice sports at all. هو لا يمارس أبدا الرياضة. He is a couch potato. It means he spends much time watching TV and eating salted crisps or chips. إذا couch potato هي لهجة باللهجة الأمريكية، نعني بها الشخص الكسول الذي يشاهد دائما التلفاز ويأكل كثيرا، وخاصة بالنسبة للتلفاز عندما يشاهد هناك مدمنين على التلفاز، مشاهدة التلفاز نقول عنهم couch potato. ونعني it means وتعني هو يقضي معظم وقته في مشاهدة التلفاز وأكل الرقائق البطاطا المالحة أو ما نقول عنه chips. James loves fast food. James ماذا يحب؟ يحب الأكل السريع. Fizzy drinks ويحب المشروبات الغازية and lemonade. إذا هذه كانت بالنسبة للفقرة الأولى، نذهب إلى الفقرة الثانية. One day James visited a doctor. إذا يوما ما قرر جيمس أن يزور الطبيب. And asked for advice. ويسأل عن نصيحة أو يطلب نصيحة من الطبيب حول هذا الوزن. The doctor said، الطبيب قال، You should not eat snacks and fast food like pizza and hamburger because they are unhealthy. إذا ماذا قال الطبيب؟ لا يجب عليك أن تأكل الأكل الخفيف fast food like what، مثل البيتزا والهامبرجر، لأنهم مضرين أو لأنهم غير صحيين. Because they are unhealthy. They contain a lot of fats and salt. لماذا غير صحيين؟ لأنهم يحتوون على الكثير من الدهون والملح. You should eat healthy food. عليك أن تأكل أكل صحي. Such as vegetables and fruit. مثل الخضار والفواكه. You have to follow a diet to get fit and healthy. ماذا أمره؟ عليه أن يمارس أو أن يتبع حمية ليتحصل على جسم صحي أو جسم ملائم وصحي. And also you must practice sport every day. وأيضا عليه أن يمارس الرياضة يوميا. Part 1 reading comprehension. إذن قراءة استفهامية ستعتمد على النص، فهم النص. Activity 1. Write true or false. سأكتب صحيح أو خطأ. Number 1. James is not slim. معناها James ليس نحيف. ولكن ماذا قلنا؟ Not slim معناها إذا كان غير نحيف إذا هو سمين. إذا he is overweight. ماذا نقول هنا؟ True. James is not slim. It's true. Number 2. He practices sport. هو يمارس الرياضة. لا، James لا يمارس أبدا الرياضة. ماذا قال هنا؟ He doesn't practice sport at all. لا يمارس الرياضة أبدا. إذا false. Number 3. He should eat healthy food. عليه أن يأكل أو يتناول الأكل الصحي. Yes, it's true. Answer the questions. أجيب عن الأسئلة. ماذا قال في السؤال الأول؟ Is James fat؟ قلنا عندما تكون is auxiliary or verb to be في الأول، إذا ستكون الإجابة ب yes or no.
إذن ماذا أقول؟ Is James fat? Yes, James is fat. نقول نكتب yes. نكتب yes and why نكتبها capital letter. ثم نضع كما. ثم ماذا نفعل؟ James is. نكتب ما وضعه لنا. James is fat. Number two. What does James suffer from? مما يعاني James. What does suffer نعني بها يعاني. إذن James suffers from. لا تنسوا تصريف الأفعال. عندما تدخل does على الجملة لا نصرف الفعل، لكن عندما كتابتها affirmative إذن ماذا أفعل؟ James نقول suffers from what؟ From over white. يعاني من فرط في السمنة. الآن نذهب إلى activity number 3. A. Find in the test synonyms of obese. Obese تعني السمنة إذن أو البدانة. لدينا over white. Over white. L وتعني هنا بدانة أو سمنة. L معناها مرض. قلنا أن James feels tired and sick all time. All the time إذن هو مريض في كل الأوقات. إذن نقول sick. A الآن A find or B تكون B. Find in the test opposites of hate. Hates معناها يكره. قلنا أن James loves what? Loves fast food. Loves fast food. إذن قلنا بالنسبة hates نعني بها يكره. وماذا قلنا في النص؟ James loves fast food. إذن loves. ولا تنسوا عندما أعطاها لنا مصرفة إذن سأكتبها مصرفة. أكتب loves. هكذا loves. Little معناها قليل. قلنا أن it means he spends much time. هو يقضي كثير من الوقت في مشاهدة التلفاز. نقول much. Much نعني بها كثير. Little قليل. وهنا يكره يحب. قليل هنا نعني بها كثير. إذن أعزائي نذهب إلى B. Mastery of language. التحكم في اللغة. Activity number one, match the sentences with their meanings. إذن سأربط كل جملة بمعناها. هنا لدينا الجمل وهنا لدينا المعاني. نذهب إلى sentences. Number one, Peter should consult a doctor. يجب على بيتر أن يستشير الطبيب. Number two, Peter mustn't drink coffee. لنرى أو لننتبه لquestion mark. تتغير صيغة الإلقاء أو صيغة المعنى. نقول Peter mustn't drink coffee وكأني أسأل مع أنها جملة عادية. Number three, he must sleep early. يجب عليه أن ينام باكرا. نذهب الآن إلى المعاني. A prohibition وقلنا أن prohibition معناها المنع. B ask about health السؤال عن الصحة. C advise نعني بها نصيحة. D obligation نعني بها إجبار. أولا سنبدأ بالجمل. Peter should consult a doctor. يجب على بيتر أن يستشير الطبيب. لدينا should. إذن ماذا أو ما هو معناها؟ It is advice. هي نصيحة. ثم لدينا number two. Peter mustn't or Peter mustn't drink coffee. لدينا هنا أولا prohibition. قلنا أن mustn't معناها negative of must. تكون أو يعطي معنى المنع prohibition. ولكن لدينا شيء آخر. لدينا question mark. إذن هو السؤال عن الصحة. عندما أقول أن لا يجب على بيتر، ألا يجب على بيتر أن يشرب القهوة؟ ماذا أعني أن أسأل عن الصحة؟ إذن تلك القهوة تضر بصحته. إذن ask about health. He must sleep early. لدينا must قلنا obligation إجبار قوي. إذن سنملأ الجدول. لدينا one number one with C. Number two with A and B. A and B. Number three, it is with D. مع D. الآن نذهب إلى activity number two.
الآن أعزائي بالنسبة لأكتيفيتي 2 ماذا طلب منا؟ Reorder the words correctly. إذن سأرتب الكلمات بطريقة صحيحة. لدينا number 1 we have لدينا have ثم does and what ثم ماذا؟ John and question mark. إذن لدينا هنا sentence interrogative sentence جملة استفهامية. لدينا بما نبدأ؟ نبدأ ب what. What ماذا معناها؟ معناها ماذا. وأيضا الملاحظة الأخرى المهمة لدينا WH. WH question دائما يأتون في الأول. ثم ماذا قال؟ What does John have؟ ماذا أو مما يعاني جون؟ ماذا لدى جون؟ ماذا لدى جون؟ نقول What does John have؟ الإجابة What does John have question mark. Number 2 suffers he insomnia from. إذا لدينا verb suffers, لدينا subject and preposition from, and insomnia هو يعني الأرق أو التعب الشديد. إذا لدينا الجملة العادية مما تتكون subject verb and object. ماذا نقول؟ he suffers from insomnia, هو يعاني من الأرق. إذا أعزائي لا ننسى الحروف في أول في بداية الجملة يجب أن تكتب كبيرة. أيضا الأسماء الأمراض على الحرف الأول أن يكتب كبير وأسماء العلم أيضا تكتب بحرف كبير. إذا أعزائي لدينا activity number 3 classify the words in the table. سأصنف الكلمات في الجدول. ماذا لدي في الجدول؟ لدينا نطق ch and k. إذا سأرى النطق لـ ch في كل كلمة. لدينا نقول much or mac. نقول much على التلميذ أن ينتبه much. ثم لدينا school, لا نقول school نقول school. لدينا ack, لا نقول atch نقول ack, نعني بها ألم ack. نقول for example stomach ack. chest, chest لا نقول chest or chest نقول chest. إذن أعزائي بالنسبة للوضعية الإدماجية part 2 integrated situation task. James needs your help to become fit and strong. إذا جيمس يحتاج إلى مساعدتك ليصبح بجسم قوي وصحي. Writing some pieces of advice and instructions to help him. إذا اكتب بعض النصائح والتعليمات لمساعدته. Use must, should, shouldn't, mustn't and imperative واستعمل الأمر. واستعمل أيضا vegetables, fruits, wake up early, sport, walk, pizza, hot dogs, hamburger, cake, ice cream and water. الماء. إذن سأكتب فقرة سأكتب فيها بعض النصائح إضافة إلى التعليمات ليخسر وزنه. إذن Hi, today I am writing to you to give you advices to lose weight. إذن اليوم أكتب لك لإعطائك بعض النصائح لتخسر الوزن. First, إذن نستعمل أولا لأنك ستعطي تعليمات. You should stop eating junk food and sugary drinks. عليك التوقف عن أكل junk food, الأكل السريع والمشروبات السكرية. And you shouldn't eat candies too much. ولا يجب عليك أن تأكل الحلويات كثيرا. Eat healthy food like vegetables and fruit. إذن هنا يمكن استعمال must. You must, ماذا نقول؟ You must eat. You must eat healthy food like vegetables and fruits. And you must make natural juice and drink water at least 2 liters in the day. And do sports regularly and every day. And walk every day and wake up early to do this. إذن عليك بالمشي يوميا ولتفعل ذلك عليك أن تستيقظ باكرا وتقوم بالمشي في الصباح الباكر. Finally, I hope those advices will help you to lose your weight. Goodbye. أتمنى في الختام أتمنى أن تساعدك هذه النصائح لخسارة وزنك.
إلى اللقاء. أنا أعزائي، هذا كان امتحان سنة ثانية متوسط، امتحان مقترح للفصل الثالث، إن شاء الله يكون مفيد. إذا كان هناك أي استفسار أو اقتراحات لا تنسوا أن تتركوا لها في التعليق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك ليصل الفيديو لأكبر عدد مشاهدين من التلاميذ ويستفيدوا من الفيديو. إلى اللقاء، goodbye.